السلام عليكم شباب، اليوم رجعت لكم بحلقة جديدة من لعبة جنرال. اليوم رجعت لكم بلعبة 3v3 اير جيم بين 6 من اللاعبين المحترفين الاير جيم. بعضهم كانوا مناوب واصبحوا محترفين، وبعضهم كانوا محترفين واصبحوا مناوب، وبعض الاخر كان بيلعب اير جيم وما زال بيلعب اير جيم. فبداية عنا يامي صبري بجيش الجيلي، ومعه البيك ايتاشي بجيش الاير فورس، ومعه سكوبا بجيش الستيلز، ويقابلهم فارغو ستيلز وجازا اير فورس وستاز بجيش الجيل اي. بداية جازا عم بلعب ستاندرد تربات، ما في ايتاشي نفس الشي، مطارين وشينوك التالت على السبلاي التانية على السريع، وعنا سكوبا كمان عم بلعب ستاندرد انجرسيف تانل. ما في بداية اللعبة لدينا يامي صبري طالع وار فاكتوري تاني فيك سريع وانجرسيف تانل من قبل يامي صبري، واستاز تعنا بايك من قبل فارغو على السبلايات، وايتاش اكيد حيتعامل معه او سكوبا حيتعامل معه. ابشر الاول ووركر، اوكي شحط لف، اوكي بداية ايتاش يجيب تنتين رابتر كرمال يشيل التانل، تعيد فارغو وفارغو عمل بوبين كوات تحت وعم يحاول يكبشر الاويل، وجازا نفس الشيء عمل ديلاي وبالاضافه الى شال الوحده كواد، ويامي صبري ما عم يهجم، استاذ مبني تنالين بشكل كمبره خايف على حاله كثير، وكمان بنى له تنال لفارغو. ايتاشي عم بيحاول يعمل له ديلاي، وكمان جازا اجى يشيل التنال لا والله شال الكواد. يامي صبري بعت ووركر فوق ووركر تحت، وصار بالباك صحيح، الباك شكله ما سوى فيه شيء، عمل له سكان، جازا عمل له سكان لفاركو، ويامي صبري تقريبا اخذ المنتصف، جازا جايب 4 رابتر، شال التنل وشال الكواد، حاليا سكوبا ما عنده ولا تنل، هلا عم بني واحد، وعم بكبشر الاويلز. وفاركو بيحاول هلا يتقدم على سكوبا، وايتاشي اجى شلو السبلاي حلو، يعني تشوف طرفين متضررين، هذا خسران الاويل وهذا خسران السبلاي، بس بنفس الوقت فاركو كثير متضرر، يعني عامل له ديلي وشايل له السبلاي. سكوبا حتطلب بيكون لل شو اسمه لايتاشي، وحتى جازا كمان شلو السبلاي تعيد سكوبا، ويامي صبري فورا عمر له التنل، فارغو حط له بيكون، ويامي صبري مستلم الساحة، وحاليا بده يعمل بوب ليحاول يساعده لسكوبا، و جازا ياتي بالمساعدة، حدا بلع فارغو بوب، والله فكرت يامي حيبلع فارغو بوب، ولكن فورا بنى له تنل ثاني، وسكوبا والله قدر يتعامل مع البوش تاع فارغو، مع انه كان فارغو تقريبا اكبر من جيشه لفاركو بقواده وحده وكم ار بي جي زياده. ايتاشي راح السبلاي الثانيه تعيد، والله كمان رجع ضرب لها يا وحش، ضرب له السبلاي، ضرب له السبلاي الثاني مضطرر كثير، ولكن كبشر الاي تبعه. جازا نفس الشيء، اجى شل له السبلاي تاع سكوبا، وايتاشي هذول ثلاث رابتر ضرب له اياهم. يامي صبري مش عم يساوي شيء، اخذ تضعيد الدفاع، ولكن شكله استاز بده يحاول يهجم عليه، بني 4 تنالات، ايش في؟ ايش هالكمبره؟ جازا اجى يسكر التنالات، شل التنال تعايد يامي صبري، معلم يامي صبري ما في غير فجر له التمل، مش عم عمر واحد ثاني بس والله عمل بوب وحاول يساعده لسكوبا، مساعده حلوه، الثاني تنال بخسره، بس والله جازا عم يساعده كثير لفاركو. في دخله ثانيه من قبل ايتاشي، حيتيجي تشيله السبلاي، وشل السبلاي، اوه بوب خرافي من قبل فاركو، بس ولكن اوخ اوه الدرونه، ياي لهت الكثير الدرونه، ما خسر ورا الرابطه، والله حركه حلوه كانت من ايتاشي، عمله فورا درونه ما خسر. شكله اجى شل التنل بتنتر رابتر، ها لا والله يامي وسكوبا تقدموا على التنل تاع فارغو وشالوا له اياه، بس ما شالوا اياه كاملا، واستاذ فون تقدم عليه، يامي صبري فون ورا عمل بوب تنتين سكوربين ووحده كواد، ولكن يامي صبري جيشه هون فما لحق يعمل بوب كل جيشه، عمر ثلاث تنالات وما لحق يعني.
فجيشه حاليا كله في ارضه، وسكوب متاخره تعمل التنل لإله، وهيتاشي فورا اجى شل الاويلات واجى شل التنل، وفاركو بابا حاسب لاي هو حاسب لاي وجازه كمان عم بيحاول يضره، بس لازم يشل الاويلات لسكوبا. يعني حرام سكوبا يعرف له كل الاويلات، الاويلات فريزات. او تنل مخفي من قبل ستاز، والدخلات الكبيره من قبل جازه، حد يجي تفنش الاويلات مع التنلات، وهنا الى هنا تنتهي الاويلات عف سكوبا، وسكوبا الان بلا اويلات، و ستاز اخذ 4 اويل. او ماي جاد، اخذ 4 اويل، واجا ايتاشي بالمساعد اللي يشيل الجيش، والرابتر اسطوري من قبل ايتاشي. يا حبيبي عليك معلم، شلوا كل الجيش تاع ستاز واختفى حرفيا. هلا لازم فارق يجي يساعده، ولكن فاركو معلم عم بيعيش من لا شيء يا زلمه، عم بيعيش من لا شيء، ما عنده غير البوب والسبلاي هاي الثاني. هلا عم ببنيها، واستاذ لازم يسوي شيء. طلع بلص يا مصبري، هلا حاني يطلع بلص، سكوبا متاخر. جاز الان بده يدخل على الارض ولا سكوبا، ولكن سكوبا متابعين يعمل له بوب، فرجع اجا يمكن حيدخل يشيل كل هالكوادات او ايش حيساوي. ادخل اضرب. الو الو هلو، في سبكتر كانت هون عم بتشيل السبلاي الثانيه. ايتاشي عم يجهز دخله، عم يجهز ايوه. فكرت ما عم تبي عليه. اوكي حاليا استاذ معه 2 اويل، ويامي صبري معه 2 اويل. جازا واستاذ عم يحاول يجهزوا دخله ليحاولوا يشيلوا اويلات. حاليا اويل فريها، والاويل فري دخلت جازا حتمسح جيشه ليامي صبري، ومسح جيشه حرفيا. وهلا راح يرجع يستعيد الاويل، 4 اويل استاذ، ولكن سكوبا فور عمل له بوب وبده يحاول يساعده. ايتاشي عم يجهز ضربه ثانيه، لازم يمسح تقريبا نصف هذا الجيش، ولكن سكوبا كمان جيشه هون، فراح يستنى هذا الجيش وهذا الجيش لحاول يعمل مايكرو. ايتاشي ايش عم يحاول يساوي؟ ايش عم يحاول يساوي؟ الو يلا حرك اللبن، حرك اللبن، الو حرك اللبن الجاي. ما في كاربت؟ لو ما في كاربت ضربه اسطوريه من قبل ايتاشي معلم. قلت لكم لازم يشيل اخلش نصف هذا الجيش، وشاله بالفعل. وحاليا سكوبا ماخذ مايكرو على استاذ وعلى فاركو، لازم ينتبهوا جيد. حلو سكوبا قدر يستعيد المنطقه بضرب الطيران من مساعدة من ايتاشي، ولدينا هون دخلة من جازة حتى مسح على سكوبا. سكوبا كل عند اويل تعيامي، وسكوبا خسر كل ارضه حرفيا. يا لطيف يا ابي صبري احمل له بوب، يا حرام عليك شلة 2 3 4 رابتر يا زلمة. دخلت جازة خسرته 4 رابتر، كان في سبكتر من قبل ايتاشي ما انشاله. وفي عنا هون عم يحاول يتقدم، عم يحاول يتقدم سكوبا، بس رجع مطي خاطر لانه ما عنده غير الجيش. ايتاشي عم يجهز ضربه اللي يدخل على ارض الاستاذ، واستاذ عنده تقريبا 1 بلاك ماركت، ويامي صبري طلع 2 بلاك ماركت حاليا. فاركو ما طلع شيء، سكوبا ذاته متكيك، وعندنا دخله من قبل ايتاشي حتمسح البروتكشن تاعت استاذ. والله وشل السبلاي، وشل واحد وور فاكتوري والسي سي، وحيفنش الور فاكتوري الثاني، وفنش له يا نجاسة نجاسة يا رجل. راح شل السبلاي اللي كان عم يعمرها. ويامي صبري رجع نزل جيشه لتحت بالاضافه لسكوبا كمان، ولدينا الان جيوش حتطحن بعضها البعض. وجازا ياتي في المساعده، وياتي في المساعده ليمسح جيش سكوبا، وجيش سكوبا يمسح، جيش سكوبا يمسح حاليا من قبل جازا، ولدينا دخله من قبل فاركو ومن قبل استاذ. ويامي صبري ينسحب انسحابا تكتيكيا لانه ما عنده هالقدره انه يشيل هالجيشين. فعنا جازا معلم مسحوا لسكوبا، طلع سكوبا سي سي، وايتاشي بده يجيب المساعده، بس الكاربت وينه؟ استخدمه
ايتاج يجي يضرب مع استاذ مع ايامي صبري. حلو والله كان الضربة مسعفة لايامي صبري، وايامي صبري كمان رجع مسترجع الاويل. ياي كل ضربة هرم من قبل جازو ايتاجي، شي ضربات خرافية اسطورية، ضربات نار وشرار. عمل له ديليك، انا بحاول كبش الاويل تاع ايامي، وايامي استرجع الاويل تبعه بجدارة. والدخلة الثالثة من قبل جازا، حيحاول يدخل على ارض الاسكوبا كيكو تكييك. واسكوبا حاليا ما عنده جيش. بعد كربت على التنل، فنش هذا التنل، فنش النوب. يا شل السي سي، شل السبلايت كيك. في هوم وور فاكتوري مات كيك، ولكن ها ما عمل بابغي ثلاثة قواد. ويامي صبري حاليا عم بتقدم على استاذ. استاذ خسر جيش كتير كتير، خسر جيش. يامي صبري حاليا عم بتقدم على استاذ، كان مفروض يعني كبشر الاويل لانه ما في جيش، ولكن قرر انه يشيل الاويل ويرجع هيك شكله. حاليا الجهة اليمين مرتاحين كتير، يعني استاذ حتى طلع واحد باص وعنده واحدة بلاك ماركت، الثانية فيك طلع سي سي. يامي صبري تقدم عليه، لو مكبشر الاويل ما كان احسن. وفي عنا دخلة من قبل ايتاشي، حتدخل على ارض الاستاذ. ويامي صبري كمان نفس الشيء، طلع من بلاك ماركت الثالث، ضاف له جيش كبير. وجازا لا بدي ارجع اشوفها هي، نوحت الله. ويامي صبري حاليا نتقدم على استاز، واستاز حاليا في حاله حرجه جدا. عمل بوباس لحاول يشيل الجيش، ولكن جاسا المفروض يساعد، وحاليا اجى يساعد ليمسح جيشه لايامي صبري. ويامي صبري مسح جيشه حرفيا، ولكن بعد ماذا يا زلمه؟ وين اتاخر كتير، وسع عبيجي يشيل الاويلات على يامي صبري. ولدينا دخلت ايتاشي كمان، روحنا اللقطه، دخل شلو الور فاكتوري، اثنين وور فاكتوري والباراكس، دخل شلو البرودكشن مره ثانيه بالاضافه للسبكتر، وما جاب الكاربت. يا نسيت اللقطه انا. بس والله كانت دخله اسطوريه من دون ما اسجل، لانه طلع مسح البرودكشن كله، ثلاثه وور فاكتوري والتنل. فالمفروض يامي يخلص اللعبه لانه معه افضليه كتير كبيره، جازا ما دعر ارضه ابدا. فارجو طلع واحد بلس، اثنين بلاك ماركت، قدر يرجع حاله. سبكتر كانت من قبل جازا عم تفلسه لايتاشي، ايتاشي معه دروب زون الثانيه، معه البارتيكل. سكوبا نام خلص، سكوبا نام وراحت تقريبا لعبه ليت جيم. بس هذا الشيء بتعلق بدخله الايرفورس، الايرفوز اللي بدخل بمسح هو اللي حيفرق في الجيم. وجازا طلع بارتيكل، وكمان ايتاشي طلع بارتيكل. بس شكله جازا عم يجهز دخلة على يامي، بس متأخر كتير يا رجل، يامي لحق يكمبر وزيادة للصراحة. فايتاشي عم يحاول يدخل على استاذ مرة تانية، ولكن ده يدخل على البروتكشن التاني اللي فيه اثنين ثلاثة بلاك ماركت بالاضافة الى البلاص. وايتاشي ادخل، ايش عم تستنى؟ ادخل. حلو الكاربيت، شلت واحدة بلاك ماركت يا وحش. عم يحاول ينظف تنالات قبل ما يدخل. بس والله الكاربيت شلت واحدة بلاك ماركت، كانت كاربيت رائعة. حاليا ايتاشي عم يحاول يدخل على ارضه، فارق عمل له بوب مش منتبه. بس ولكن استاذ بده يمسح حرفيا. ايتاشي شلو البلس، شلو الفاكتوري، شلو بلاك ماركت، البلس. ما شاء البلس. بس ولكن جاز المفروض يسوي شيء، مسح سكوبا كرز عليه. اوكي طب ويامي مفروض يساوي شيء، اذا ما سوى شيء جي جي، يعني مستحيل يشوفوا يمشي قد كبير. واحدة اثنتين ثلاثة أربعة بلاك ماركت، وموزع تنالات بشكل حلو، تنالين في أرضه وتنالين ثلاثة أربعة تنالات، كتير يامي موزع يا رجل، تنال هون وهون 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 وهون. أوه ماي جاد يا زلمة، يامي كتير بوزع تنالات، وهذا أول مرة بكتشفه الصراحة. سبكتر من قبل ايتاشي حتشيل البلاك ماركت، ولكن فيك
سبكتر راحت على الفاضي، ولكن خسرت بلاك ماركت على الاقل. استاذ حاليا مسح من قبل ايتاشي، ايتاشي 5 ستار، وجازا كمان 5 ستار. جازا بحسه متربط، ما بيعرف شو بده يساوي، ما بيعرف كيف بده يدخل ايامي. هلا طلع ايامي شغل خيفي ترالات، وحاليا بأي دخل بخسر ترالات كثير. سكود من قبل فاركو، و والله فاركو رجع بحاله بطريقة مش طبيعية. 4 بلاك ماركت، 5 بلاك ماركت، بالإضافة إلى سكود. يامي صبري ما طلع سكود، اقتصاده لإيتاشي ميت، ما عنده غير هاي وهاي والبارتيكل. يا 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 شوف البيلت أودر، البارتيكل مع النووي مع دروبزر. الله عليك، هيك بضربة واحدة هيك يا محلاهم. مع البور كمان هيك 4-4 مع عمل دفافات. بيكون من قبل استاذ يامي صبري، بلش يحرك اللبنات، بلش يدخل على ارض الاستاذ، ولكن منتبهين عليه. ففاركو عمل بوب، ويامي عمل بوب، وفاركو بوب من قبل يامي صبري. يا حرام عليك، كان لازم نتوقع هذا البوب من قبل فاركو، ولكن واجد ايتاشي لحول الشيل الكوادات يا وحش. شلوا 5-6 كواد مرتبين، 3 رتب شلوا اياهم. يا حرام، كان فاركو لازم يخفيهم. كان فاركو حاليا خسر تقريبا بوب مليان 3 رتب، وجاز حاليا عم بدخل على الارض واللاف لايامي صبري، وايامي صبري مخبي له بوب. يا حرام، خسر واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وما وش ما سوى شيء. ايش سوى؟ شال السبلاي ولا باع؟ ايش سوى؟ ايش سوى؟ كان على الله علي اللي. شو كان فيه؟ في امبش بس في شيء انفجر هون. شو انفجر؟ مش عارف. جاز عمل بيكون على هذا التنل. والله معلم يامي صبري ما مخبي الجيش. معلم باع لعبه ماو 2v2. معلم اكل مرتين فاركو بوب، تعالي خلاص ما ضل عنده غير شي 5 كوادات. معلم شفت عنده بوب تالت، فاركو بوب، فاركو بوب. والله مفضيه. وين فضاه؟ فضاه هون. اوه على التركيز، اوه على التركيز، اوه على التركيز. هلا لو كان عم يهجم كان ممكن يبلع فاركو بوب، ولكن حاليا مرتاح عم فكر ايش بده يساوي، فطبيعي ما يبلع فاركو بوب ينتبه. بس ولكن لعبت معهم اوت اوف 2 معلم، اكل مرتين فاركو بوب، والثالثه معلم منين جيب الجيش ما بعرف، على اساس اكل فاركو بوب منين جيب الجيش ما بعرف. فيامي صبري عمل الربل، عم بحاول كبشر البارتيكل. شفت لقطه مره بالاير جيم، كان اكسكال او مين لفت تراك كان عم بيعمر بارتيكل، فعملوا له امبوش. ثواني، كان في سبكتر، في بارتيكل، كان في بارتيكل شاط المطار مليان، كان في مطار مليان. يا حرام، جازا ما عنده ولا الرابتر. خسر كل الرابتر. يا حرام، جازا لما دخل على ارض الايامي خسر طيران كتير. لك ما ضل عنده غير وحده. مع البارتيكل شالت له شكل مطار او مطارين. شالت له مطارين، ايه كان فيهم مطارين في بداية اللعبة. والله خسر طيران كثير. المهم اللي كنت عم بقوله انه كان فيه عم كبشر البارتيكل لفت ترك، يمكن عم بالغلط عامل الرابتر بجارد مود، وكل الطيران ضرب على الربل وشال البارتيكل، فحظه لفت ترك او اللي عمل الامبوش شال البارتيكل بالربل. فمعلم مذكرني بواحد هو نفسه هذا الاحمر، كان عم تنشل دروبزر او اجال مصاري ورجع بلمونك. اي 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 هو نفس الشخص عم بحكي عليه. معلم دائما مستحيل ما تضرب الدروبزر يحتاج مصاري. حظ مرة عليكم وين حاليا. الله اسكوبا عمل بارتيكل بلاس وبلاك ماركت فيك و ثواني ليش في عنا واحدة بلاك ماركت وعن الثانية. نعم بلاك ماركت حلوين، ولكن فارقه كمان كبير. واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة، هون السادسة.
استاذ بعد دخلت ايتاشي ما ضل عنده اقتصاد، صار على البوب تبعه، يعني ايتاشي بيعملها فارجو بوب بخسر، ولكن هم فارجو في وركر مخفي، في وركر مخفي. او انا هي ليش كم معاكس هيك الكاميرا مش فاهم، هون اذا طلعنا لفوق ما بعرف ليش هيك. فسكوب انتبه عليه فورا شلوا البوب، وحاليا لعب راح ليت جيم، وايتاش دخل على ارض ولا جازا، وجازا كان بده يصير هانتد ولكن مش منتبه على هذا الدوزر، شلوا السي سي، كان حشل بلاك ماركت ما ينشال معه. يعني صبر يعمل بيكون هون كرمال يعمل سنيك اتاك، ولكن جازا شكله دخل كرمال جي سي سي، وكرمال انه يامي صبري يفتح سنيك اتاك بالراحة من دون ما تجي ولا ترفيع من قبل الاير فورس. ف خوالني وين دي عمل سنيكي هون لا في ارض الاستاذ عمله هون، ولكن في ستيلت فايتر، في ستيلت فايتر فرقه بوب يا ما بلع ما بلع. بس ولكن لازم يضرب السكود او لا مقلش، لا والله مقلش تعجازة، ولكن فارجو عامل ثلاث باصات مخفيات، عمل بوب تنين باصين بالاضافه للجارمن كان من قبل الاستاز، وباصين من قبل الاستاز، واكلوا ليامي بلا ملح، اكلوا ليامي بلا ملح، كان بده يشيل بارتيكل ولكن اكلوه بلا ملح. خمس باصات علم يمين يسار، شل شلش الزلمه ما بيعرف كيف يشيل الجيش. وحاليا يامي صبر شكله ما عنده فارجو، ما عنده بوب. السكوت ينطلق من قبل فاركو وخربطنا بالاتجاه تاع الكاميرا. وين ضربه عجب؟ يمكن ضربه يامي. ضربه هون. او صح دخل ضرب هون. وبيحاول يعمل فاركو باب لاستاز. فاركو باب كان حيصير من ايتاشي ولكن كان في اونتانا المخفي من قبل فاركو ما قدر يعمل فاركو باب. هون شال سيرش وشال وحده بلاك ماركت يمكن، او ما شال بلاك ماركت ايش كان فيهم. سنيك اتاك من قبل فاركو ده تفنش البلاك ماركت اللي ما تفنشت. يامي صبري فورا عمل بوب وفورا شيل البلاك ماركت، رجع اهرب 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 لا تحط كاش مونت. ايوه يا عيني عليه ضل كواديتين. كاربت من قبل جازا، والله عمر والله عمر السي سي. بس وين السيلف فتر عجب؟ عليك عم بحافظ عليها، حلو عم بحافظ عليها لانه ممكن تغير مجرى الجيم. الفارق بوب كثير بيعطي فرق بالجيم يا شباب. الجيم كثير طوال شكله ولا كيف؟ سكوبا شكله عم رجع حاله. ها طلعت بلاك ماركت، وهذا الرابع الخامس السادس فيك. ثلاثة وهي الرابع مش فيك، خامسة سادسة سابعة ثامنة ثمانية بلاك ماركت من سكوبا. واو وعد امتى رح نجيب كل المصاري اللي عملها بلاك ماركت ثمانية؟ بالاضافة لثلاثة فيك بعرضه. فاركو لازم يساوي شيء. جازا ميت، في بارتيكل، بارتيكل شات دروبزون وشات البلاس، كان فيهم بلاس تلكون معلم هيك وجبة خفيفة، دروبزون مع بلاس مع باور مع بارتيكل، معلم وجبة خفيفة. حاليا ايتاشي البارتيكل تبعه جهز، حيجيبه على ارض الجازا شات الدارك ماركت، بالإضافة إلى المطار، بالإضافة إلى المطار. يعني ستيلث فايتر إذا ضربت ما عندها مكان تعبي بشكله، ضربت شكله ضربت والله يا شريك شكله ضربت. بس وين؟ مش المهم وين، المهم وين يحط الله ستيلث فايتر. الله سبكتر من قبل إيتاشي ولكن ما ساوي شي. ايتن من قبل ايتاشي على البارتيكل، بدي احاول اشيل البارتيكل او اشيل باور ما احسن. ايتاشي هون مش عنده، جازا هون مش عنده، ما عنده شي، جازا ما عنده شي. لو شي هذول تنتين باور ما احلى هون، هيك تنتين باور هيك على وجبة خفيفة. سنيك
تك. ان شاء الله والله استنتك. ما كان لازم يكون مكانه، كان لازم يكون مكانه في مشكلة، مش كل شيء مكشوف لانه في تنات مخفية. واحد اثنين ثلاث تنات مخفية. اوه فتح تنل، واخيرا فاركو فتح تنل في ارضه. لا يامي صبري، ويامي صبري كان كبير، كان كبير، كان كبير. ايتاشي اجى يشيل الباص، الباص الثاني كمان استاذ نفس الشيء، فتح تنل في ارضه ولا ايتاشي، وايتاشي شكلهم بلعوا. بس عنا هون سكوبا عنده جيش، جيش مرتب بالإضافة للباص، بيحاول يساعد، ولكن استاذ من طرف الثاني عم بيحاول ينظف البلاك ماركت تاعون يامي صبري. في سبكتر من قبل جهاز عم تحوش البلاك ماركت تاعون سكوبا، وحاليا ايتاشي ما عنده غير واحدة تنتين بلاك ماركت، وسنيك اتاك من قبل فاركو. فاركو فاركو حيمسح ولا يامي صبري، ويامي صبري حاليا يمسح، في يمسح حرفيا. وايتاشي الو، ايتاشي وين طيرانه؟ ايتاشي خسر طيارات لما دخل هون. اوكي وين خسر وقت طيران؟ اوكي سكوبا بيحاول يساعد، في هون جار من قبل استاذ قنص له الباص. واو والمايكرو من قبل استاذ ما خسر الشنو، ما خسر الباصات. مايكرو اسطوري من استاذ ما خسر الباصين. ويا وحش حاليا يامي صبري في وضع حرج جدا، بس بالمقابل سكوبا رجع حاله كتير، رجع حاله كتير، عم يلعب باصات. فشكل الجيم بيطول 50 دقيقة يا رجل. جاز بعد ايتن على يامي صبري، شل بلاك ماركت، ظل عنده اخر وحدة بلاك ماركت. يعني كانك عايش هيك منعني شكي، بعدين بيعشى بلاك ماركت شوية بارتكال على سنيكي، مسحته مسح. فلازم يشيل هذا البارتكال، لازم يتعشي يشيل هذا البارتكال. سبكتر من قبل ايتاشي كان قد فنش البلاك ماركت هاي، ولكن ما فنشتها. البارتيكل ضربوا على يامي صبري وشلوا اخر وحده بلاك ماركت، اخر وحده بلاك ماركت. وفرقوا الله في ارضه ليامي صبري عم يرقص. اخ يا قلبي، هذا الجيش مين حشيله؟ هذا الجيش من سيشيله؟ من هنا؟ هلو؟ سكوبا مرحبا. هلو سكوبا. استاذ بعد ما فتح سنيك واركر صار معه كاش مونتي، طلع واحدة بلاك ماركت. سنيك اتاك من قبل واو واو واو. لك هذا انت اللي حيدخل؟ لك يوم لك ما شفته، لك جازة تكيك، جازة وعند البورصة بس تكيك يا حرام. يا لك هذا كيف دخل سنيك واركر شكله؟ يا ما انتبهت عليه. سنيك اتاك وين 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 وين؟ في حدا فتح سنيكي؟ استاذ فتح سنيكي بوركرات وباص. سبكتر شالت له هون، فرقة بيحاول يدافع، عشان له البلاص وعشان له وحدة بلاك ماركت. بس السؤال الذي يطرح نفسه هذا، كيف دخل؟ هحط لكم لحظة في آخر الجيم لتشوفوا كيف دخل، فتابعوا لآخر الجيم. فيهم ثلاث باصات من قبل سكوبا مسعفة ليامي صبري، يامي صبري انمسح. يامي صبري كان يوجد لدينا يامي صبري، وحاليا بكبشر السيسي ومع السيسي عم نجاسي. يوي كبشروا له السيسي لايتاش، يا ايتاش الله كمان برا اللعبة يا لطيف. قال لك فكرت برا اللعبة ما حاط سيسي طلع، وما هو 1900 اذا شالوا السيسي ما هو حاط سيسي ثانية. سنيك اتاك من قبل سكوبا، عم يحاول يسعف جيشه او يكمل جيشه، بس هدول باقي لسكوبا، هدول
فارجو كان عم بيحاول يشيلهم، دمجهم كتير الباصات، فدمج كتير الباصات، حاول يعمل سنيكي يسعفون ولكن لا جدوى. هلا حاليا سكوبا بس عم بيلعب تكتيك الباصات بس، طيران ما في. أو جازن سحب عطى باور لفاركو، فاركو الله ما أفضلية مش طبيعية وعنا صبريخ. وعلى مدى أدامته مخلص، أدامته مخلص، أدامته مخلص. 5 باصات من قبل سكوبا حتدخل على أرض فاركو، وفاركو معلم استخدم الجارمن على التوكسين تراك، بس هدول خبط 5 باصات ايش ليش يشيلون والله، ومخفيات كمان. فارقة بيحاول يلعب باصات شكله. اوكي دخل حاليا على ارض سكوبا، و سكوبا دخل على ارض فارقة عفوا، شل السكوت ولا ودع، وسنيك اتاك من قبل وهن. شكله ده ياخد كاش مونت بس. زاد ان استاذ ميت فعم بدور على الله هيك بس ياخد كاش مونتي، اخذ كاش مونتي شلوا الشكاب فيهم ما انتبهت. يامي صبر يعمل سنيك اتاك فاضي، فاضي طبعا مستحيل يكون مليان. فيها 3 وركرات فيها 3 وركرات يا حرام، هدول 5 باصات سمعين شالوا، لا خدوا 5 باصات ما شالوا. يهو رجع صلح، ايوه فتح سنيك اتاك هون. سكوبا حيخلص اللعبة، سكوبا حيخلص اللعبة وبجدارة. يامي صبري بأرض لإيتاشي، وإيتاشي بأرض ليامي صبري. وحاليا عنا سكوبا بجيشه الكبير من الباصات، وفاركو ايوه لا شكرا التنالات، ايه 6 تنالات ايش في؟ استاذ انا بعمر تنال السنيكي وركر، وما حدا بايده حيله ذاتا غير سكوبا، وسكوبا شمطو انتراكس، وايتاشي عم بتكيف، لا والله مش عم بتكيف. كانوا تيرورست بلت على هون ايش يعني، في 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 كواز يا سلام. بس ولكن هدول لمين؟ هدول سكوبا؟ واو واو، الجارمين السوا ايش يا الباص كامل يا رجل. بس ولكن سكوبا اسعفون، خسر 1 باص 2 دمج تقريبا، ولا خسر 3 4 باصات. اوكي تبع انه هون في تنان مخفي. يامي صبري منلها هالباص، ايوه شمطة عين عم خسره بس منلها هالباص. يا بلا جيم 35 دقيقة علم، الفوق ميتين والتحت ميتين، ما في غير سكوبا وفارقوا عايشين. استاذ عنده وحدة بلاك ماركت، ايوه هون في الدوزر، يا الدوزر حيفرق كتير في الجيم لفاركو، فارقوا كتير حيفرق معه في هذا الجيم، كتير حيفرق معه في هذا الجيم لفاركو. فخلينا نترقب ونرى فارق ماذا سيفعل، وسنيك اتاك من قبل وين 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 من قبل استاذ بجمع كاش ماونتي وش البلاك ماركت في نفس الوقت. اوكي جاب 3 باصات ورجع استاذ حرفيا راح بلعب على الكاش مونت فقط. مطارين تخيل سكوبا يخلص اللعبة يعني، هلا فارقه مع باور ولكن سكوبا معه 5 باصات والله حرفيا ممكن يخلص عليهم. اوكي تاشي مستحيل عم نجس وانا ماني شايف يعني، عنده سي سي كده عم نجس 5 ستار يا رجل. فهون 5 ستار خلينا نشوف شو تساوي. اول جارمن من قبل فاركو، لازم استاذ يطلع جارمن او ولا ما هو حقه. فاركو قرر انه يعمل بوب مشان ما يمسح، كمان مسح استاز، وشكله بلع فاركو بوب او بلعه باصين
براسين او مش بلعب، لا والله ما بلعب، بس ولكن فاركو حيطلع من هذه المنطقة وبجدارة. خمس باصات يعني بفزعوا زيادة، وفاركو كتير تأخر عن الباصات، وليش عم يطلع مطارات ما بعرف، يعني وين الدوزة صحيح؟ حتى هدول اذا بيقعدن بيحطن جوات الكوادات معلم بيفرقوا كتير. ايتن من قبل ايتاشي، قلت لكم انه عم ينجز ما عم يخد التيم بلاك ماركت. ثلاثة ياي، قلت لكم تخيل يجيب الكيم، والله شكله بده يجيبه. ها واو، ملا جيم ملا جيم والله، سكوبا ويل بليد بالليد جيم ولو. طلع طعم ولا حلينا نجيب الباصات، ولا حلينا نجيب باصات، ما بيشتغل الشحن. اوكي ايش مهمتي. سنيك اتاك من قبل فارجو، بدي كبه برا لا ايتاشي، بس ولكن استخدم الترفيعات تبعه. فريز فريز الباصات، اوه ولا جيم، اوه على الفريز، اخ اخ يا قلبي قلبي معلم، اقوى فريز اريد. سنيك اتاك من قبل سكوبا، واو شكل سكوبا والله خلص اللعبة. انتراكس من قبل مين؟ واحد من جوزين، واحد من جوزين شلوا الباصين، وعم ياخذ كاش باونتي شكله، ما عرفت مين، بس ولكن اللي بعرفه انه سكوبا حيخلص على استاز، باقي له اخر بلص واخر بلاك ماركت. اللعبة هدية تساعد، هذا عم بلعب باصات، هذا معلم عم جمع يمين يسار. وانا ده شلون شافوا هذا ايتاشي؟ هم في بيكون من قبل ايتاشي، في هون درونة، اوكي حيبعت سبكتر اكيد. طلع ايتاشي عنده هدول ويقتلون، طلع يا امي صبري بلا طلع. ما بقعد هيك، ما بقعد ساكت والله، طلع فيه قد ايه، فيه 3 ار بي جي، ما بقعد ساكت علي حلال. انا حلال لو استاذ مطلع لك واحد جار من القنص لك اياه شو يساوي. اوكي فاركو، بس فاركو معه دوزر وفي عنده 3 رابطه، طلع ما بيسوي شيء، معه واحدة بلاك ماركت وهي الثانية. سكوبا صار المفروض يخلص اللعبة، يعني كتير كبير كتير كبير. اوكي هذا مكتشفين انهم في جارمي في الموضوع، قنص شي شكله. سنيك اتاك من قبل سكوبا، الى هنا ستم سحب فارغو. باصين ثلاثة اربعة، الله حيو راح جارمين بالغلط، والباص تاع جامي وينه؟ ثواني وينه؟ ايوه يا استاذ عم عمر سي سي في ارضه اكبر مزله. وسكوبا مسحه الاستاذ، والى هنا تنتهي رحله استاذ، ولكن عنده واحد بلس وباص وسي سي. ايوه سنيك اتاك من قبل فارغو، حتفنش السي سي تاعون نيتاشي، حيتفنش اما لا، هذا ما سنعرفه في الحلقات القادمة من لا والله تكيك باور، الباور الباور باور يا نور، الباور يا كلب بي عليك اخشي الباور يا بني ادم، دوزر بار كايكو. شال جيم نزل من الجيم، و45 دقيقة قاعد بصور يا رجل. ليكو هون في فاتح تنلات هذا السنيك تبعه، فنش لسكوب، فنش لفاركو، بس في هون امبوش و شال جيم هذا جيم مش حوادي هذا. هلا فيون عنا 3 باصات، عمك سكوبا هيك خايف انه يفضيهم ليش ما بعرف،
بس عم جهز غيره. ايوه فتح سنيك. مين؟ فاركو. وانا بشيل السي سي. ايوه هون اثنين امبوش. ابشيل الفاير بيس. بس سنيكي وين وين وين؟ ما شفته انا وين. وين سنيك؟ سكوبا فتح سنيكي هون كرما يرجع الار بي جي. او واو او واو. اوه طلع طلع الار بي جي مرتب. مرتبين يا الار بي جيات مرتبين يا جماعه. يا بلعبة الكم سنينة يا رجل. في باور، الباور اضلت الباور. حدا يكيكو يا شباب، الباور الباور حدا يكيكو. الباور الباور حدا يكيكو يا شباب، الباور الباور حدا يكيكو. كان هون سكوبا مع اللي جاب انتراكس. سووني سووني. رجع بباصات. ما خطر. فارجون سحب، فارجون سحب على الاستاذ. بلا جيم 50 دقيقة يا رجل. بلا جيم. في عنا هو مقبل الاستاذ عم بيحاول ايش عم بحاول يسوي؟ معلم يمي يمي لله عايش بلعب براكس، ايتاشي عايش بالباور. كيك حاله. ليش كيك حاله؟ كان ممكن يعطيه سرنتر. ايتاشي انسحب. وهون استاذ فتح سنيك. ليش؟ ما بعرف. هذا رجع جاب الباصات ومصر. الله اول انتحش عليك في الزاويه الله. بس سكوبا لازم يخلص اللعبة. خلص ما خلصنا معايا يا رجل. فيهم باص سنيكي سنيكي مستاز. ايوان سحب، ايوان سحب. جي جي وبليد. بتمنى تكون استمتعت بهذا الجيم 47 دقيقة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك وشوفوا الأحصائيات. يا زلمة أكثر واحد مجنكل سكوبا يا زلمة. شيء 47 ما عمل. فإذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك ونشوفكم في حلقة جديدة.